لو الحكاية فيها إن فيديو. يوم الخميس اللي فات قبل اللي فات جالي استغاثة من سيدة على الصفحة الشخصية بتاعتي على الفيسبوك، بتقولي إن في شابة في تقريبا في العشرينات، السيدة دي حامل وهي بتقعد في الشارع وبتنام في الشارع، وهي خايفة عليها من إن هي تتعرض لأي إساءة من الشباب الموجود في الشارع. يعني الكلام ده في منطقة الكيلو 7. طبعا انا كلمت مسؤولة لجنة الطفل عندنا في المحافظة علشان تروح تشوف الوضع بالظبط ايه وتبلغني، وراحت شافتها وقعدت معاها اتكلمت معاها، وفعلا لقت البلاغ مظبوط وان هي حامل وهي قاعدة في الشارع. بدأنا ناخد خطوات علشان ننقلها المستشفى علشان نقدم لها الرعاية الصحية بشكل انساني. وبالفعل تواصلت مع دكتور احمد الجلتاجي في وزاره الصحه ومع مأمور القسم علشان اقدر ان انا اعمل تواصل ما بينهم هما الاثنين، ونوفر مكان لرعايه السيده دي اللي موجود في مستشفى النساء، وخاصه ان ما فيش اي حاجه تدل على هويتها او شخصيتها، وبالتالي كان لازم الشرطة يكون ليها دور معانا. طبعا بناء على تغييرات معي وزير خالد شعيب، كان توصية ان المستشفى تتعامل مع السيدة دي بمنتهى الأهمية وتكشف عليها وتطمن على صحتها. كان الصعوبة في ان احنا ازاي ننقلها من الكيلو 7 لمستشفى النساء. طبعا في نقيب في قسم شرطة كيلو 7 جه علشان يساعد مسؤولة نجدة الطفل معانا علشان تروح المستشفى. السيدة جالها حالة هستيرية، بدأت انها تجري وتنفعل عليهم وخافت منهم جدا، فالضابط كان مهتم جدا ان هو ما يأذيهاش، وفي نفس الوقت كان لازم ان هو ينقلها المستشفى. فكان من الصعوبة الموضوع ده يتم. حاولنا يعني تواصلت مع الإسعاف والمستشفى ان هم يبعتوا لي عاملات عشان يقدروا يمسكوها ويودوها المستشفى، لكن يعني الحمد لله قبل ما الإسعاف يوصل كان الضابط يعني ربنا يجازيه كل خير قدر ان هو يدخلها ميكروباص بواسطة 2 سيدات ويوصلها لحد مستشفى الأطفال. طبعا احنا كنا واخدين وعد من دكتور احمد البلتاجي ان السيدة دي هتفضل تحت الرعاية الصحية في مستشفى النساء لحين ما تضع مولودها، وتحت اشراف مباشر للشرطة. طبعا كانت المفاجأة لما جت المستشفى ان هي لازم تبلد حالا، فكانت الحركة سريعة بإن احنا نقدر نوفر للطفل وللأم الملابس الكافية والرعاية الكافية. وبالفعل دخلت السيدة المستشفى غرفة العمليات، الكلام ده كان يوم الجمعة تقريبا الساعة 6 العصر، ووضعت مولودها الحمد لله بصحة جيدة جدا، وهي الحمد لله قامت بالسلامة بصحة جيدة برضو. طبعا لقينا بعض الاخبار المتداوله على السوشيال ميديا واللي بتدعي فيها ان السيده تلد طفل مجهول الهويه. طبعا الكلام ده كان في البدايه حقيقي لان احنا ما كناش نعرف هويه السيده دي، لكن بالبحث في الشنطه اللي كانت ماسكاها في ايديها لقينا صوره لعقد زواج، قسيمة زواج شرعية من شخص في مدينة دمنهور، وإن هي متزوجة وإن هي السيدة من دمنهور أصلا. طبعا إحنا هل هذا الإنجاب يعني كان الإنجاب الأول ولا كان عندها إحنا بالبحث الجنائي بدأ يجيبوا معلومات عن الزوج لحد ما جابوه، وقدرنا نعرف الحكاية كلها منه، إن زوجته سابت البيت من شهر وهي كانت حامل وتعرضت لصدمات نفسية شديدة جدا. هي عندها طفلة عندها 12 سنة، وكان عندها طفل
اتوفى وهو عنده 7 ونص، وطفل تاني كان عنده 3 شهور اتخطف منها، وده اللي خلاها عقلها يطير زي ما بيقولوا، او تتعرض لصدمة نفسية بالشكل ده فتفقد السيطرة على اعصابها. فطبعا هي مسكينة جدا، هي طبعا احنا يعني الولد الحمد لله بصحة جيدة، اخدنا تحليل دي ان ايه من الولد اللي هو جينات الوراثية ومن الاب علشان نتأكد ان هو ابنه قبل ما نسلمه له. وهي اللجنة الطبية قالت انها لازم تدخل مصحة نفسية، ولكن الطفل الحمد لله امور جدا، ويعني بتمنى له يا رب ان هو يكون مع باباه ويعيش مع باباه. ودلوقتي القسم المعصور عندهم في مستشفى الاطفال، والام ما زالت في مستشفى النساء تلقى رعايه صحيه طبعا، لان هي يعني ولدت بعمليه قيصريه، فطبعا لازم رعايه صحيه متكامله ليها. هي طيبه، حد طيب جدا، حد هادي، مش اللي هي مختله نفسيا او مختله عقليا، لكن هي كل الموضوع ان هي اعصابها وحالتها النفسيه ما استحملوش الضغوط النفسيه اللي هي كانت بتتعرض لها في فقدان اطفالها، فده سبب ان هي مرت بالحاله النفسيه الصعبه اللي هي فيها دي. ان شاء الله ربنا يشفيها ويعافيها. انا بس يعني بتمنى ان قبل ما اي حد يكتب اي كلمه او يقول اي كلمه على لسانه لازم يكون متاكد من صحتها، ولازم يسال الناس اللي فعلا كانت في الموقف ومعايشه له، علشان ما ينفعش نتكلم على حد وخاصه في امور زي العرض والشرف والكلام ده الا لو احنا متاكدين، والا ربنا هيحاسبنا على كل كلمه بنقولها. بتمنى لها ان هي تقوم بألف سلامة. بشكر كل الناس اللي اهتمت تسأل عليها، بداية من معالي المحافظ سيادة اللواء خالد شعيب، ربنا يبارك فيها رب ويحفظه، الدكاترة هنا وعلى رأسهم الدكتورة سماح، دكتور أحمد البلتاجي، كل طاقم التمريض في مستشفى النساء، كل طاقم الرعاية اللي موجود في مستشفى الأطفال واللي بيرعوا الطفل. يعني أنا عايزة أقول لكم إن الطفل يعني الحمد لله كويس وجميل جدا، ويمكن انا قلت لهم سموه نور من كتر ما وشه منور، فربنا يبارك فيه ويخليه لها ويخليه لباباه، ويا رب هي تقوم بالسلامه وتقدر ان هي ترعيه ويكون ربنا عوضها خير فيه عن الاطفال اللي هي مش لاقياها. وده كل الموضوع يعني منتهى البساطه. دكتور دينا عثمان نائب محافظ مطروح، جزيل الشكر لسيادتك. ربنا يخليك، شكرا لك جدا.